للمزيد حول تطورات الوضع الصحي وتفشي فيروس كورونا في العراق وانعكاسات ذلك على الشأن السياسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في العراق يتساءل كثيرون عن مصير مخصصات وزارة الصحة من ميزانية العراق طالما لم توفر الإجراءات الوقائية والعناية الطبية اللازمة للمواطن العراقي. بدءا، إيران نجحت في تصدير فيروس كورونا إلى العراق والدول العربية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، يراد من خلالها إيجاد فرصة لإعادة انتشار إيران داخل هذه البلدان، لا سيما العراق، في عرض نفسها أنها تريد مساعدة العراقيين في مكافحة فيروس كورونا الذي هي فشلت في مكافحته داخل إيران. وبالتالي وزارة الصحة هي مخاضعة للسياسات المرسومة من قبل الأحزاب الموالية لإيران، والتي إلى هذه اللحظة هي تتوافق مع إيران في عملية عدم غلق الحدود ومنع الإيرانيين من الدخول إلى العراق واستقبال العراقيين المتواجدين في إيران دون حجر صحي أو فحص دقيق. فلذلك كيف يمكن أن تسخر أموال وزارة الصحة من أجل أن يكون هناك عملا ممنهجا عراقيا لإنقاذ أرواح العراقيين ولمكافحة فيروس كورونا؟ لذلك كل العالم، كل دول جوار إيران بما فيها تركيا التي تتبادل تجاريا وتستفاد إيران من النفط وغيره بعشرة مليار دولار سنويا، أغلقت حدودها بالكامل. باكستان، أفغانستان، روسيا، كلها أغلقت حدودها مع إيران لأنها مصدر وباء. وبالتالي اليوم تكتشف على أن هناك فيروسا ثانيا خطيرا أكثر من فيروس كورونا متواجد على لسان بعض الأطباء الإيرانيين، إلا في العراق فإنه يتم استقبالهم من أجل أن يكون هناك وباء حقيقية للعراق. وما تصريحات جم خان الأخيرة مع صالح الطيار وتمر الصحفي الذي يقول أننا سنتعاون مع إيران في عملية مكافحة فيروس كورونا الذي لا يوجد في العراق سوى 71 حالة، يؤكد على أن في قادم الأيام إيران تريد أن يصاب العراق بهذا الوباء الخطير. نعم، كانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قالت إن السلطات الحكومية لم تطبق الإجراءات اللازم تطبيقها لمنع انتشار فيروس كورونا في العراق. إذا كانت وزارة الصحة مقصرة، فأين كان البرلمان بدوره ومهامه في المراقبة والمحاسبة؟ أولا، هؤلاء حقيقة لا يراقبون ولا يحاسبون، لأن ليس لديهم هم من أن يصاب الشعب العراقي. ربما هناك تعمد في عملية أن يصاب الشعب العراقي حتى ربما ينشغل عن التظاهرات وغيره ويسكت عن فسادهم، لذلك هم متواطئون في عملية الذهاب باتجاه إصابة العراق بهذا الفيروس، وإلا كان المفروض لو كانت هناك أحزاب سياسية أو برلمان مهما كان فسادهم كان هناك واعزا من الغيرة أن يذهبوا باتجاه أن يراقبوا الأداء للمؤسسات الصحية وأن يجعلوا هناك قوانين تقيد عملية انتقال فيروس كورونا داخل العراق، لا سيما أن جميع الإصابات قادمة من إيران، إذا عملية التشخيص ستكون سهلة لأن مصدر الوباء معروف والحدود المفتوحة والبضائع معروفة، إلا أنهم لم يتخذوا هذه الإجراءات، هم يكذبون حتى بقراراتهم، ألم يقولوا أننا منعنا الطيران بين إيران والعراق وأغلقنا الحدود، وبالتالي إذا نظرنا إلى المطارات يوميا هناك رحلة من طهران ومن قم إلى مطار النجف وإلى مطار بغداد، وهناك الحدود مفتوحة والبضائع الإيرانية الملوثة تدخل إلى العراق، وبالتالي يمنع جميع البضائع غير الإيرانية داخل السوق العراقية. حتى في عملية قوانينهم الإعلامية هم يكذبون فيها على الشعب العراقي، فلا يمكن أن نتحرى من هؤلاء أن تأخذهم عملية الموقف الوطني الذي يصاحب اتخاذ القرارات في مراقبة المؤسسات الصحية من أجل الضغط على أن يكون هناك وقاية حقيقية للشعب العراقي من هذا الفيروس الخطير. آخر الإحصائيات حول الإصابات الجديدة بفيروس كورونا كانت إصابة لفتاة تبلغ من العمر 19 عاما في محافظة سليمانية. هذه الفتاة انتقل إليها الفيروس من والدها على الرغم من تصريحات الذي كان على سفر إلى إيران. يأتي ذلك رغم تصريحات المسؤولين الصحيين بأن مديريات الصحة تتخذ كافة الاحتياطات. إلى أي مدى ترى أن حالة هذه الإصابة الجديدة في سليمانية تكشف حقيقة الإجراءات المتخذة من السلطات الصحية في العراق لمكافحة فيروس كورونا؟
السلطات الصحية في العراق بعيدة كل البعد عن أي إجراءات بدائية، لذلك هي تعتمد على فقط على إجراءات المواطنين أنفسهم وعلى نصائح عامة لا قيمة لها، أما إجراءات فعلية لا توجد لغياب وجود حكومة وبرلمان وغياب وجود أي عملية رقابة حقيقية. كان المفروض حاليا أن يتم الذهاب إلى تزويد كل عائلة عراقية بمواد معقمة وأمور أخرى ونصائح يمكن أن تكون موجودة ضمن مفردات البطاقة التموينية. كان المفروض أن تذهب سلطة التجارة إلى استيراد حقيقة مواد جافة كثيرة، لأننا مقبلون على أزمة، ومن هنا من قناتكم الكريمة أنصح العائلة العراقية من الآن أن تبدأ بتخزين المواد الجافة، لأننا أمام أيام جاف قادمة سوداء ستمر بها العائلة العراقية. فينبغي الاعتماد على أنفسهم، لأن الحكومة فاسدة وبرلمانها أفسد وأكثر سرقة للمال العراقي. كان المفروض الآن يتم تزويد كل عائلة عراقية بمفردات البطاقة التمويلية لمدة شهرين متتاليين لمواجهة الأزمة الطارئة القادمة، لأن هناك عملا ممنهجا في عملية استهداف المواطن العراقي والعائلة العراقية. السلطات الصحية اليوم في الأنظار تتخذ فنادق وسط المدينة لحجر الإصابات بفيروس كورونا، وهذا بقية المحافظات هكذا. إذا هم حقيقة لا يمتلكون أدنى مقومات لرسم خطة وقاية، فكيف حقيقة نتابع إجراءاتهم الخائبة والتي لا تشمل حتى مفردات العمل الصحي الحقيقي الوقائي؟ شكرا جزيلا لك الكاتب المحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.